بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن الهيراركيكال كلاسترينج. هيراركيكال كلاسترينج ابروش، منهج الهيراركيكال كلاسترينج. A typical clustering analysis approach via partitioning dataset sequentially. منهج الهيراركيكال كلاسترينج اللي هو شنو؟ تحليل المجموعات النموذجية عن طريق تقسيم مجموعة البيانات، واللي هو بقول له شنو؟ sequentially، التتابعية أو التسلسلية. Construct nested partition layer by layer via grouping objects into a tree of clusters without the need to know the number of cluster advance. الهيراركيكال كلاسترينج بتقوم ببناء الأقسام المتداخلة، تبني لي أقسام المتداخلة طبقة بعد طبقة عن طريق تجميع الكائنات في شجرة من الكلاستر، وبدون ما تعرف عدد الكلاستر مقدما، يعني بدون ما تكون عارف عدد الكلاستر. Use distance matrix as clustering criteria. قال بتستخدم الهيراركيكال كلاسترينج، بتستخدم مصفوفة المسافة كمعيار للتقسيم. هنشوف الكلام ده كيف ليه قدام. agglomerative and divisive. two sequential clustering strategies for constructed a tree of clusters. عندنا استراتيجيتين، الاستراتيجيتين ديل بنبني بيهم شجرة من الكلاستر، اللي هي شنو؟ الاجلوميراتيف دي الاستراتيجية الاولى، والديفايزيف دي الاستراتيجية الثانية. هنشوف كل استراتيجية بتعمل كيف. الاجلوميراتيف الاستراتيجية الاولى، initially each data object is in its own cluster. في البداية كل كائن بتاع بيانات بيكون موجود في كلاستر خاص به. then make this atomic cluster into large and large cluster. بعد ذلك بيتم دمج كل كلاستر في مجموعات أكبر وأكبر. يعني من البداية بيكون كله كائن قاعد في كلاستر، بعد ذلك بيحصل دمج 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 لحد ما في النهاية بيكون كلاستر واحدة بس. أما الديفايزيف عكسيها تماما، في البداية كل الكائنات بتكون قاعدة في كلاستر واحدة، بعد ذلك بيحصل التقسيم لحد ما في النهاية يرجع كل كائن في كلاستر براه. هنشوف هنا مثال بسيط بوضح ليه الكلام ده. هنا عندنا كل كائن قاعد في كلاستر على حدة زي ما احنا شايفين، بعد ذلك بيحصل دمج، فبيكون بيكون لك كلاسترات أكبر وأكبر أكبر وأكبر لحد ما في النهاية بتكون كلاستر واحدة. دي شنو؟ دي الاستراتيجية الأولى الأجلوميراتيف. أما الديفايزيف العكسي، اللي هي بتكون كلها كلاستر واحدة من البداية، كل الكائنات كده بتكون على شكل كلاستر واحدة. بعد ذلك بيحصل شنو؟ تقسيم، يقسم الكلاستر واحدة، يقسمه لمجموعات أصغر وأصغر أصغر وأصغر لحد ما في النهاية بكون عندي كل كائن في كلاستر على حدة. بيجي عندي تاني كل كائن في كلاستر على حدة. عندنا هنا مثال توضيحي للأجلوميراتيف والديفايزيف. قال عندنا مجموعة بتاعت بيانات داتا سيت اللي هي A B C D E. عندنا في الأجلوميراتيف الخطوة الأولى بيكون كل كائن على حدة، بعد ذلك بيتم دمج الكائنات دي اللي هي هنا مثلا دمجنا ال A وال B، الخطوة الثانية دمجنا ال D وال E، بعد ذلك دمجنا ال C وال D وال E، بعد ذلك دمجناهم كلهم في النهاية لحد ما بقت عندي كلاستر واحدة. دي الأجلوميراتيف. أما الديفايزيف اللي هي العكس، من الأول بتكون واحدة بس، كلاستر واحدة فيها كل الكائنات، بعد ذلك بيحصل تقسيم 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 لحد ما برجع لي كل كائن على حدة. عندنا كلاستر ديستانس منشور. عندنا إجراءات هنا هنشوفها بتاعت المسافة، اللي هي عندنا السنجل لينك. السنجل لينك دي أصغر مسافة بين كلاستر موجود، بين كائن موجود في كلاستر وكائن موجود في كلاستر تاني. أما الكمبليت لينك فهي أكبر مسافة، العكس تماما، أكبر مسافة بين كائن موجود في كلاستر وكائن موجود في كلاستر آخر. والأفريج، الأفريج هي المسافة
بين كائن موجود في كلستر ومجموع الكائنات الموجودة في كلستر تاني. كلستر ديستنس منشور. عندنا هنا مثال اللي هي قال لك عندنا مجموعة بتاعت بيانات. عندنا مجموعة بتاعت بيانات اللي هي مكون من 5 أوبجكت. الخمسة أوبجكت ديل في كلسترين. الكلستر الأول C1 فيه كائنين اللي هو الـ A والـ B، والكلستر الثاني C2 اللي هو فيه كائنين الـ C والـ D، ثلاثة كائنات اللي هو الـ C والـ D والـ E. هنشوف قال لك شنو، أحسب المصفوفة بتاعت المسافة، calculate the distance matrix، وأحسب لي شنو، أحسب لي المسافة بين المجموعتين في الكلستر الأول في الكلستر الثاني. اللي هي السنجل لينك اللي أنا عايزة أحسب أصغر مسافة، بحسبها كيف؟ أول شي بجيب المسافات. المسافات بتتحسب كيف؟ الـ A والـ C، مسافة بين الـ A والـ C، والـ A والـ D، والـ A والـ E. بعدها تاني المسافة بين الـ B والـ C، والـ B والـ D، والـ B والـ E. بجيب الأرقام بتاعت المسافات دي من وين؟ من المصفوفة بتاعت المسافة. هنجي نشوف الـ A والـ C اللي هي 3، هنكتب هنا 3، الـ A والـ D 4، الـ A والـ E 5. بعدك نجي نمسك الـ B، الـ B والـ C والـ B والـ D والـ B والـ E. الـ B والـ C 2، والـ B والـ D 3، والـ B والـ E 4. بقى عندي المسافات هنا محسوبة، هقوم اختار شنو، بما انها هي single link هختار اصغر مسافة، اصغر مسافة اللي هي 2. اما في الـ complete link طبعا المسافات نفس المسافات لانهم نفس الكلاسترين، فبالتالي بس من المسافات دي هختار شنو، اكبر مسافة، اكبر مسافة اللي هي كم، 5. اما في الافريج اللي هو عدد المسافات، مجموع المسافات على عددها، مجموع المسافات هقوم احسب ديل على عددهم اللي هو 6، حيجيني 3.5. اجلوميراتيف الوغاريتم، الخوارزمية بتاعت الاجلوميراتيف. قال الخوارزمية بتاعت اجلوميراتيف بتشمل لي 3 خطوات، اللي هي الخطوة الأولى بنحول كل خصائص الكائن للمصفوفة بتاعت المسافة، convert object attribute to distance matrix. بعد ذلك set each object as a cluster. بعد ذلك بنخد كل كائن في cluster. thus if we have n objects we will have n clusters at the beginning. معناه الكلام ده شنو، انه انا لو عندي n عدد الاوبجكت معناه برضو عدد الكلاستر حيكون n عدد الكلاستر. طيب الخطوة الثالثة والأخيرة قال repeat until number of cluster is 1. بنعمل إعادة. إعادة لشنو؟ إعادة لدمج بتاع الكلاستر، وإعادة لتحديث المصفوفة بتاعت الماتريكس لحد ما يصبح لي عدد الكلاستر 1. طيب هنا الخوارزمية ممثلة، دي البداية، بعد ذاك عندنا الأوبجكت، بعد ذاك بنحسب المسافة من مصفوفة المسافة، بعد ذاك بناخد كل أوبجكت في كلاستر على حدة، بعد ذاك نختبر الشرط. الشرط بيقول لي شنو، هل الكلاستر بقت واحدة؟ إذا بقت كلاستر واحدة معناها خلاص نعمل إن، أما إذا ما واحدة بقوم بشوف أقرب كائنين بأخدهم في كلاستر وبعمل أبديت للمصفوفة بتاعت المسافة. عندنا مثال. طيب هنشرح مثال بوضح لنا الخوارزمية بتاعت الهيرارشيكال. طيب هنا في المثال ده عندنا 6 كائنات A B C D E F، وعندنا كلاسترين اللي هو X1 و X2. طيب أول حاجة بنعملها بنشيل البيانات حقة الكائنات بنمثلها في مخطط X1 و X2. بنعمل شنو، بنمثلها كيف، بنشيل تقاطع القيم أو قيم الكائن في الكلاسترين بنمثلها وين في الإحداثيات. هنا عندنا A في X1 قيمتها 1، في X2 قيمتها 1. نشوف هنا 1 وين، هنا 1 وهنا 1، بتكون شنو النقطة A. بنفس الطريقة B 1.5 زائد 1 هنا 1.5 في الكلاستر الثاني، نعين هنا نقارن 1.5 هنا مع 1.5 هنا، حتكون النقطة B، وهكذا بقية الكائنات. طيب
بعد ما مثلنا الكائنات في إحداثيات X1 وX2 نجي نعمل شنو؟ بينا نحسب المسافة أو بنكون المصفوفة بتاعت المسافة اللي هي نحسب المسافة بين كل كائن مع الكائن الآخر. نخط هنا الكائنات بتاعت الكلاستر X1 وهنا الكائنات بتاعت الكلاستر X2. طيب عندنا نحسب قلنا المسافة بين كل كائن مع الكائن الآخر كل بقية الكائنات. طيب نحسب المسافة كيف؟ عندنا في البداية A مع B، نقول كيف نحسبها بالقانون، قيمة الكائن في الكلاستر الأول ناقص قيمة الكائن الثاني زائد قيمة الكائن الأول في الكلاستر الثاني ناقص قيمة الكائن الثاني في الكلاستر الثاني، الكل نعمله أس نص اللي هي هنا زي ما موضحنا هنا في المثال. بنحسب تجينا قيمة 0.7071، بنقرب القيمة دي تبقى لنا كم؟ 0.71. نجي نخطها هنا، يعني دي المسافة بين A و B 0.71، والمسافة أكيد بين B و A اللي هي نفس المسافة نخطها هنا 0.71. نجي نحسب تاني شنو؟ المسافة بين A و C اللي هي برضو نفس المسافة بين C و A 1. نجي نحسبها كيف؟ نقول C هنا بـ5 وهنا بـ5 وA هنا بـ1 وهنا بـ1، نقول 1 ناقص 5 تربيع زائد 1 ناقص 5 تربيع الكل أس نص، بتجينا القيمة كم؟ 5.66. بالطريقة دي نحسب شنو؟ المسافة بين كل كائنين ونخطها وين؟ في المصفوفة بتاعت المسافة. طبعا زي ما هنا واضح عندنا باللون البيجي، المسافة بين كل كائن ونفس الكائن بتكون عبارة عن كم؟ عبارة عن 0. طيب بعد ما كوننا المصفوفة حقت المسافة اللي هي بالشكل ده، بنعاين لأصغر قيمة في المصفوفة، أصغر قيمة في المصفوفة كلها بنفتشها نشوفها واقعة وين، اللي هي عندنا كم؟ 0.50. نشوف 0.50 دي واقعة بينيات الكائنين في المصفوفة اللي هي هنا قصاد الدي وهنا قصاد الاف، معناه شنو؟ معناه دي أصغر مسافة أو أصغر طول في الكلاستر، يعني أول كلاستر حيكون عندنا مكون من شنو؟ من الدي والاف، وحنمثله بالطريقة التالية. طيب كما هو واضح في الشكل هنا، عملنا الدي والاف في كلاستر براو واللي هي عبارة حتبقى لنا عن عبارة عن شنو؟ عن كائن لوحده. طيب بنجي نخط الدي والاف اللي هو عملناها كلاستر جديد، بنخطها هنا كائن براها لأنه بقت في كلاستر برا، وهنا خطها في كائن برا اللي هي كلاستر برا. نجي نعمل شنو في الخطوة الثانية؟ بنحسب الدي والاف دي الكلاستر الجديد المسافة بينه وبين باقي الكائنات في المصفوفة، يعني الدي والاف نحسبها مع الاي، الدي والاف نحسبها مع البي، الدي والاف نحسبها مع سي، ومع الدي والاف ومع الاي نحسب المسافة. طيب نحسبها كيف؟ برضو بنفس الطريقة، نشوف نقول الدي والاف مع الاي بتكون كيف؟ نقول الدي مع الاي والاف مع الاي، نجيب وين القيم دي؟ بنجيبها وين؟ من قيم المصفوفة بتاعت المسافة الابتدائية، يعني اول مصفوفة بتاعت المسافة كوناها احنا بنجيب منها القيم. بنشوف الدي والاف مع الاي، قلنا الدي مع الاي هنا قيمتها كم؟ الدي مع الاي قيمتها 3.61، بنخط هنا 3.61. نشوف الاف مع الاي قيمتها كم؟ الاف مع الاي قيمتها 3.20، بنخط هنا 3.20، بنختار القيمة الأقل منهم واللي هي عبارة عن 3.20، دي حتكون المسافة الجديدة بين الكائن دي اف مع الكائن دي اي. برضو نفس الحكاية، نشوف الكائن دي اف زي في المثال فوق، الكائن دي اف شفناه مع اي، نشوف الكائن دي اف مع بي قلنا. طيب بنفس الطريقة نشوف الدي مع البي والاف مع البي، الدي مع البي اللي هي 2.92 والاف مع البي اللي هي 2.50. نشوف 2.92 و2.50 الأصغر فيهم عبارة عن 2.50، دي حتكون المسافة الجديدة للدي والاف والبي. بنفس الطريقة نشوف الدي والاف مع السي والدي والاف مع الاي. طيب طبعا الدي والاف مع الدي هتكون عبارة عن 0. القيم اللي طلعناها دي بدي نخطها في المصفوفة تحت المسافة، اي بنعمل شنو؟ بنحدث مصفوفة المسافة. حدثنا المصفوفة هنا
حطينا القيم الجديدة 3.20 و2.50 و2.24 و1. كده كوننا مصفوفة مسافة من جديد. نجي نعمل شنو؟ نجي تاني نبحث عن أصغر عنصر في مصفوفة المسافة الجديدة اللي كوناها جديد، واللي هو هنا عبارة عن كم؟ 0.71. ده أصغر قيمة لعنصر في المصفوفة. نشوف القيمة دي بتقابل لنا أي عنصرين، اللي هو هنا بتقابل لنا ال A وهنا بتقابل لنا ال B. معناه شنو؟ معناه الكلاستر الجديد حيكون عندنا شنو؟ ال A مع ال B. طيب حنكون شنو في المخطط؟ حنعمل ال A وال B في كلاستر مع براهم. معناه شنو؟ مما عملنا ال A وال B في كلاستر براهم، معناه ال A وال B بيقوا عبارة عن كائن براهم في المصفوفة. نجي نكون المصفوفة، حتكون لنا ال A وال B كائن براهم، زي ما عندنا الدي والاف سابقا عملناهم كائن براهم، حيكون باقي لنا السي والاي والاي. طيب عملنا الاي والبي، نقوم نحسب المسافه بين الاي والبي مع باقي الكائنات في الكلاسترات. الاي والبي مع الاي والبي، والاي والبي مع السي، والاي والبي مع الدي والاف، والاي والبي مع الاي. برضو بنفس الطريقه نجيب اقل مسافه، نعمل شنو؟ نحسب الاي والبي مع السي. هنا برضو بنجيب منين؟ من المصفوفة الابتدائية. نشوف شنو؟ نشوف السي مع الاي والسي مع البي، نشوف الأصغر منهم. السي مع الاي كانت 5.66 والسي مع البي كانت 4.95. الأقل فيهم كم؟ الأقل فيهم 4.95. دي حتكون شنو؟ دي حتكون المسافة الجديدة بتاعت الكائن اي وبي مع الكائن سي. نشوف الكائن اي بي مع الكائن دي اف، نحسبها كيف؟ الكائن دي مع الكائن A، والكائن دي مع الكائن B، والكائن F مع الكائن A، والكائن F مع الكائن B. ده كله من وين؟ من مصفوفة المسافة الابتدائية. بنكتب القيم بتاعتهم هنا، دي اللي هي عند المصفوفة، دي مع A بتلاتة بوينت واحد وستين، دي مع B 2.92، F مع A 3.20، F مع B 2.50. نحط القيم دي، نشوف أقل قيمة فيهم اللي هي حتقع علينا كم؟ حتقع علينا 2.50. 2.50 دي أقل قيمة. دي حتكون لنا شنو؟ دي حتكون لنا المسافة بين الكائن دي اف مع الكائن اي بي. طيب عندنا تاني الكائن اي بي مع الكائن اي، هنحسبها كيف؟ نحسب الاي مع الاي والاي مع البي. طيب الاي مع الاي كانت قيمتها كم؟ 4.24، والإي مع البي قيمتها كم؟ 3.54. نختار الأقل فيهم، هي عبارة عن كم؟ عبارة عن 3.54. كده طلعنا شنو؟ طلعنا المسافات للكائن الجديد اي بي مع الكائن مع الكائنات الأخرى في الكلاستر. نجي نحط القيم دي في مصفوفة الكلاستر الجديدة، نحدث المصفوفة، نحط القيم اللي هي 4.95 نحطها، 2.50 نحطها، 3.54 نحطها في المكان المناسب. طبعا زي ما معروف اي كائن مع نفسه، اي كائن مع نفسه هنا A و B مع A B 0، DF مع DF 0، اي كائن مع نفسه بكون قيمته 0. نجي نعاين في مصفوفة المسافة كوناها جديدة، نشوف اقل قيمة في المصفوفة اللي هي عبارة عن كم؟ 1 صحيح. نشوف الواحد صحيح ده مقابل لنا يا تو كائنات في الكلاسترات. هنا بيقابل لنا الكائن دي اف، هنا بيقابل لنا الكائن اي. معناها شنو؟ معناها الكلاستر الجديد حيتكون لنا من الكائن دي اف مع الكائن اي. نجي نمثل الكلام ده وين؟ في المخطط او في الاحداثيات. عندنا دي اف ده الكائن مع الكائن اي، نخطه وين؟ في كلاستر براهم. بقى عندنا دي واف واي كلها عبارة عن شنو؟ عبارة عن كائن واحد في مصفوفة المسافة. نجي برضو زي ما عملنا في البداية، نحسب الكائن دي اف اي مع مسافته مع باقية العناصر في الكلاستر. برضو بنفس الطريقة عندنا الدي اف اي نحسبه مع الاي والبي، والدي اف اي نحسبه مع السي، والدي اف اي نحسبه مع الدي اف اي، واللي هي عبارة عن كم؟ 0. طيب نحسب الدي اف اي مع الاي بي كيف؟ نوضح هنا الدي اف اي، الدي مع الاي
وال F مع ال A وال E مع ال A. تاني ال D مع ال B وال F مع ال B وال E مع ال B، اللي هي دي عبارة عن شنو؟ عبارة عن قيم الكائنات في منصف المسافة الابتدائية. نجيب القيم بتاعتها ونختار أقل قيمة منهم، دي حتكون شنو؟ دي حتكون المسافة الجديدة للكائن DFE مع الكائن AB، واللي هي عبارة عن كم؟ 2.50. طيب نحسب الكائن DFE مع الكائن C، نحسبها كيف؟ نقول الكائن D مع الكائن C قيمة بتاعته، والكائن F مع الكائن C قيمة بتاعته، والقيمة بتاعت الكائن E مع الكائن C. حتطلع لنا 3 قيم، نشوف أقل قيمة منها حتطلع لنا كم؟ 1.41. كده كوننا مصفوفة المسافة الابتدائية، أو حدثنا المصفوفة بتاعت المسافة، جبنا القيم بتاعت الكائنات الجديدة. بقى عندنا مصفوفة مكونة من 3 كائنات أو 3 كلسترات. هنا نعاين لأقل قيمة في المصفوفة، أقل قيمة هنا في المصفوفة كم؟ 1.41. نشوف 1.41 دي بتقابل لنا أي كائنين في المصفوفة. هنا بتقابل الكائن C، وهنا بتقابل الكائن DFE. معناها الكلاستر جديد حيتكون لنا من شنو؟ حيتكون لنا من الكائن DFE مع الكائن C، ده الكلاستر الجديد. نجي نمثله وين؟ نجي نمثله في الإحداثيات. نختار الكلاستر DFE مع الكائن C، ده حيبقى لنا عبارة عن شنو؟ كله كلاستر واحد. بالتالي معناها بقى لنا عبارة عن شنو؟ بقى لنا كله عبارة عن كائن واحد. نجي نخط الكائن ده ونجي نحسب برضو المسافة بتاعته مع بقية العناصر، واللي هو كم؟ اللي هو الكائن AB. طيب الكائن DFE C مع الكائن AB نحسب المسافة بتاعته كيف؟ اللي هو برضو عن طريق مين؟ الدالة مين؟ نقول D مع ال A وال D مع ال B. دي طبعا المسافات، المسافة بين ال D وال A، والمسافة بين ال D وال B، والمسافة بين ال F وال A، والمسافة بين ال F وال B، المسافة بين ال E وال A، المسافة بين ال E وال B، المسافة بين ال C وال A، والمسافة بين ال C وال B. نخط كل المسافات دي ونشوف أقل مسافة فيهم، اللي هي عبارة عن شنو؟ 2.50 بتجي. نفس الحكاية طبعا ال D ال F C مع ال D F E C عبارة عن 0، ولما نحسبه مع ال A وال B يجي 2.50. معناها شنو؟ هنختار أقل قيمة، أو ما هنا في المصفوفة دي ما عندنا أقل قيمة، في قيمتين متساويات. معناها آخر كلاستر حيكون عبارة عن شنو؟ حيكون عبارة عن الكائن دي اف اي سي مع الكائن اي في، ده كله حيكون عبارة عن كلاستر واحد، وبالتالي حيكون هو الكلاستر الأخير اللي هو دي اف اي سي مع اي في، نحطه كله في كلاستر واحد، اللي هي طبعا دي القيم بتاعت الكائنات في الكلاسترين اكس 1 واكس 2، مثلناهم في المخطط بالشكل ده، ده شكل الكلاستر. كده عبارة حلينا الكائنات أو الكلاستر، حللناها أو تم تحليل بواسطة الخوارزمية وعملنا لها في كلاستر. طيب نجي نفس المثال ده أو القيم دي نخطها في شكل بياني. بنخط الكائنات في الكلاستر الأول X1 هنا، والكائنات في الكلاستر دي هنا. طيب عندنا أول كائنين عملنا لهم كلاستر، هم كان عبارة عن كائن دي مع الكائن اف بقيمة 0.5. نجي نعم نطلع خط من الدي وخط من الاف يوازي 0.5، ده عبارة عن الكلاستر الأول اللي هو كان دي واف. الكلاستر الثاني اللي عملناه كان عبارة عن الاي والبي بقيمة، الاي والبي بقيمة 0.71. طلع خط من الـ A وخط من الـ B بقيمة 0.71، ده عبارة كان عن الكلاستر الثاني. الكلاستر الثالث عملناه كان عبارة عن الـ D والـ F مع الـ E بقيمة كم؟ بقيمة 1 صحيح. نطلع خط من الـ D والـ F اللي هو هون ده مع خط من الـ E هنا بقيمة كم؟ بقيمة 1 الصحيح. ثالث كلاستر عملناه كان عبارة عن الـ D والـ F والـ E مع شنو؟ مع الكائن C. نطلع خط من الكائن C مع خط من الكائن D والF والE بقيمة كم؟ بقيمة 1.41، اللي هي تقاصد لنا هنا 1.41. آخر كلاستر عملناه كان عبارة عن DFEC اللي هو ده مع
مع الكائن AB اللي هو ده بقيمة كم؟ بقيمة 2.5. كده مثلنا الكلستر في شكل مخطط بياني. طيب عندنا استنتاجات اللي هي في الاستنتاجات بتقول لنا انه خوارزمية الهيراركيكال هي خوارزمية التجميع المتسلسل. Hierarchical algorithm is a sequential clustering algorithm with distance matrix to construct a tree of clusters. قال مع مصفوفة المسافة عشان نبني بها شجرة من الكلستر. Hierarchical representation without the need of knowing of cluster. ممكن أنا أمثل الهيراركيكال بدون ما أعرف عدد المجموعات. Can set termination condition with none of clusters. أنا ممكن أضع شرط بمعرفة عدد المجموعات. Major weakness of agglomerative clustering method. قال شنو المشاكل تحت الضحفة الأساسية للدالة بتاعت agglomerative اللي هي عندنا ثلاثة. Can never undo what was done previously. أنا ما ممكن أبدا يتراجع عن حاجة أنا عملتها سابقا. Sensitive to cluster distance measure and noise outliers. حساسة في المسافة بين الكائنات وبتتأثر بالغيم المتطرفة. وآخر حاجة اللي هي أقل كفاءة وبنحسبها بالخوارزمية بتاعت OM تربيع وN هنا بتساوي لي العدد الكلي للكائنات. طيب الهيراركيكال كلستر ان احنا ممكن نمثلها او ممكن نشوفها في البرنامج بتاع الويكا. نمشي نشوف برنامج الويكا. طيب برنامج الويكا بيعتمد لي على شنو؟ بيانات او مجموعة بتاع الداتا سيت. انت ممكن تعملها بالاكسل عادي، تعمل البيانات بتاعتك بالاكسل او تعمل مجموعة من البيانات بتاعتك بالاكسل الداتا سيت وتمثلها. هنا احنا ممثلين بيانات بسيطة بالاكسل عشان نوضح الخوارزمية بتاعتنا. نعمل open file عندنا في الديسكتوب بيانات بتاعت بنك داتا open. دي البيانات بتاعتنا. طيب عندنا الايج والسكس والريجن. لو تجيب في كل حق بيظهر لك هنا البيانات اللي بداخله سكس انكم مريد تشيلدرين كار مثلا. اخترنا البيانات دي عايزين نطبق عليها الخوارزمية بتاعتنا. بنختار من كلاستر تشوز بنلقى هنا Hierarchical clustering اللي هي Hierarchical clustering. بنختارها نعمل start. دي النتيجة.